والزكاة تطهر نفسك وتزكيها من أدراج السلوك وتقويها.
عكس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عكس الآيات. واحد من يراجع نفسه، ينظر أخلاقه مع الناس. فكان عليه الصلاة والسلام نعم الأسوة ونعم القدوة. عباد الله، إن السلوك الحسن القويم يفتح مواليد القلوب ويولد المحبة والمودة ويدل على السنة الدين ورفعته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البليل. إن السلوك الحسن يكشف عن مدى ذلك الإنسان من حب من ربه. ولهذا تجد الناس لا يحبون العابد المتكبر ولكن يحبون العابد المتواضع والسامي خير من الدليل. ولو الإنسان مش عارف نفسه أخلاقه طيبة ولا لا، يشوف مدى قبول الناس. صلى الله عليه وسلم في الكتب وابتداء معا في نفوس المسلمين.
فالمسلم الذي يضع شبكته على المسجد خمس مرات في اليوم ساجدا لله تعالى يستحيي من الله.